ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فراخ محشيه بالفريك. انا هنا معايا كيلو فريك، معايا هنا كبد وقوانص، بس انا مكتره الكبد عن يعني يعتبر قنصه واحده، والباقي الكبد والقلوب. معايا هنا فرخه كيلو كيلو ونص كده، علشان لما نيجي نحط الفريك تستوي معانا بسرعه. ومعايا هنا ملح، معايا هنا شطه على كمون على فلفل اسود، هنا معايا بصل، معايا هنا طماطمية مبشورة. انا هنا الاول حاطة مية سخنة على النار، اهم حاجة تكون المية سخنة عشان لما اجي احط الفريك يبوش معايا بسرعة، بس ما نسيبوش كتير. يعني انا هو معايا اهو الفريك، هنحط عليه شوية مية سخنة. اهم حاجة بس ان احنا ما نسيبوش في المية، يعني يا دوبك اما نلاقي لونه كده ايه بدأ يتغير نبدأ ان احنا نصفيه، وما نسيبوش ياما في المية علشان ما يعجنش معانا في الفراخ. يا دوبك بس ايه يغطي كده ايه الفريخ بس. بعد ما انا بنحط المية السخنة كده هنسيبه بس 5 دقايق، وبعد كده هنصفيه، وبعد كده هنشطفه شطفة حلوة، وبعد كده بقى نحطه في مصفاية لغاية ما اجي اسويه. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما نقعت الفريك حلو قوي، اهم حاجة انا بس بنسيبه 5 دقايق لو بيطرى معايا، ده عشان فريك بلدي، لكن لو الفريك الاصفر بيقعد اكتر من نص ساعة. اهم حاجة ان احنا بس نقعه كده، وبعد كده بنصفيه في المصفى عشان وينزل كل الايه المية بتاعته. انا بعد ما انا صفيته في المصفى حطيت عليه شويه ميه باردين، غسلته وبعد كده سبته في المصفى. هنا انا معايا بصل مبشوره صفيتها من الميه بتاعتها، ومعايا هنا الكبد على القوانص قطعتها تقطيع تكون كبيره شويه عشان ما تتريش معايا في التقليب. انا هنا هنحط على النار طاسه على النار، ونحط فيها شويه زيت. انا ليه بنعمل بالزيت؟ الزيت ما بينشفش الفريك معايا اثناء الايه السوا، لكن السمنة ممكن تنشف معايا الفريك. انا هنا مسخنة طاسة حلوة قوي، هنحط هنا الكبد والقوانص، هنحط على شوية ايه فلفل اسمر وشوية كمون على الكزبرة، ونحط عليهم شوية مرقة صغيرين، شوية صغيرين خالص عشان اثناء السوا برضه هنحط ملح. كمان لما نيجي نحط الكبد والقوانص ما نقلبهاش في ساعتها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، يعني سيبها لغايه ما ايه ما دام يتغير كده شويه كده نبدا نقلب. بصوا يا حبايبي، اول لما لونها بدا اهو يتغير هننزل عليهم بالبصل. اهم حاجه البصل يكون مصفي خالص من الميه عشان ده بصل مبشور غير المخرط. نقرب هنا الفريك، هنقلب بقى كل ده كده مع بعض. نسيبهم شوية لغاية ما ايه البصلة تبدأ ايه تصفر شوية.